بالناس شفتوا لي ليليان؟ صار لي زمان عم دوري عليها ما عم لاقيها. ليليان سلك شو؟ ليش زعلانة مني ليليان؟ يا ليش ما عملت لها عيد ميلاد؟ ليليان شان دولابتها اوردات اجرب لها. شو؟ قاعدة بالخزانة؟ شو عم تعمل بالخزانة؟ يا عمري ليليان عم تبكي بالخزانة. دحف دحف يا عمري. ليليان ليليان ماما ماما ليش عم تبكي؟ هي قومي قومي هادي 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 قزم قومي. ماما ليش عم تبكي؟ ندى ناول يورسون قال ما بدها تحكي معانا. ليليان ليش بقى؟ نيا ليليان 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 يا ليليان زعلت يا تسكري الباب ليليان. ماما يا عم تتفشنا ليليان. ليليان ليليان افتحي الباب. ليليان لوين؟ يا راحت على الحمام. ليليان لك اطلعي. هاي طلعت ليليان. هي لوين ليليان؟ لوين بدك تروحي؟ لوين بدك تروحي؟ هي قاعده تروح على الحديقه. زعلت منها ليليان. يا شوفي ليش لك ليش خليتوا ليليان تروحي انت وياها؟ تعملوا لها مفاجأة؟ بنجيل سلوسو. اوه فكرة والله نعمل عيد ميلاد مفاجأة. باربي لوسو. اكسا لوسو. باربي لوسو. لك شو عم تقولي انت وياها؟ اكسا باربي. فهموني فهموني. تعو تعو لجوا تعو تعو لجوا. شو باربي وشو إلسا؟ ما فهمت انا. طيب تعملوا عيد ميلاد باربي؟ يا إلسا يا باربي واحدة من الثنتين. باربي ولد جاك. لك يا شو؟ ليش أنا قدرت أعمل عيد ميلاد لأعمل اثنين؟ لا ماما واحد بكفي. يا إلسا يا باربي ها يعني تحدي بينك وبينها. أنت تعملي عيد ميلاد باربي لليليان وأنت تعملي عيد ميلاد إلسا لليليان. طيب أنا موافقة. بدي اتصل بجمال وقل له خلي ليليان ما تيجي اليوم ونروح انا وياكم ونجيب اغراض العيد ميلاد. تمام هادي هادي. رح نشتري اشياء من الماركت. هيفي رح تشتري اشياء باللون الازرق وهيلي باللون الوردي. هاد يا بسم الله واو شوكولا باللون الازرق. خدي هاد اوه كأنه في من هاد زهري كمان. وينو هيلي؟ هيفي خدي اوه وقعت. طيب خدي هاي سكية. رح ناخد عصير باللون الزهري واللون الأزرق. فرجيني. واو واو هاد كمان باللون الوردي حتى عليه ورد. هيلي لازم تشتري لها لعبة باربي على فكرة. ها فرجيني ياها. هيلي خدي مارشميلو. هون بدنا ناخد هدية إلسا لليليان. أخذنا باربي وهي إلسا. بسرعة كتر كتر هادي هادي دايما مشان نغلفهم لليليان. هيلي خدي ماما. بدنا نوصي على كيكة باربي وإلسا طابقين. رح نوصي لهم على كيكة باربي وكيكة إلسا من هون. واجينا بدنا ناخذ شوية زينة كمان مشان عيد ميلاد ليليان. هون نقينا بوالين بالازرق والزهري كمان. بدنا ناخذ طواقي كمان مو هيلي؟ اوه دول طواقي إلسا. اوه هون في فساتين باربي وفي فساتين إلسا كمان. كتير حلوين. شوفوا شوفوا. هيلين قال ما بدها فستان باربي بدها تلبس فستان عادي زهري. هيفي بدها فستان إلسا. هيلين هيفي شوفوا هدول. بدنا نشتري هدول كمان. هيلي رح تختار اللون الوردي وهيبي رح تختار اللون الازرق. شوفوا شو حلوين. اجينا على محل الكانديز. بنعرف ليليان بتحب الكانديز. اجينا بعد ما جبنا كل التجهيزات. هيلين جابت شرف نور وهيبي جابت اي نور مشان يساعدوهم بالزينه. هيلين رح تعمل عيد ميلاد باربي مو هيك هيلين؟ سن هيبي هيفي رح تعمل عيد ميلاد إلسا وجايبة كل أغراض لإلسا. جاهزة لحتى تساعديها لهيفي؟ حاضر مصن؟ سن شرف نور؟ تمام هلأ رح نبلش تزيين الغرفة. يلا يا بنات بلشوا.
اوه شو حلوه هاي، في مثل لا بدك تلزقي هديك على الحيط، كثير حلو. في مثل هاي ألسا كمان. واو شو حلوه والله. هيفي مو وقت اللعب، ساعدي يا اينور ورا ورا بتحطوها. واو شو حلوه. نحن ما رح نحكم، بس تيجي ليليان هي رح تحكم، بس تيجي ليليان هي رح تقرر انه عيد ميلاد ألسا ولا باربي احلى شيء. ما بنعرف، ليليان رح تقرر. يا بنات هيلين هيفي ابوكم بعت فيديو لليليان، تعالوا تعالوا نشوف شو عم تعمل ليليان بغيابنا. حطوا حطوا عليها يا حرام. رايحة على الحديقة مو؟ كبري كبري الشاشة. مسكينة مو؟ ما بتعرف انه عم نعمل لها عيد ميلاد. يلا يلا حطوا الجوال على طرف وروحوا ساعدوا اينور وشرف نور. يلا هلا رح ينفخوا البوالين. اوه شو حلوين. هون اينور عم تركب لنا هاي الطبقات. يا بنات ابوك عم يبعت فيديو لليليان، تعالوا تعالوا شوفوا الفيديو بسرعة بسرعة. تركي تركي البالونة، خدوا خدوا افتحوا الفيديو. يا حرام بدنا نشوف شو عم تعمل ليليان. يا عمري ليليان عم تلعب بالألعاب، شكلها مو مبسوطة. ها سانكي يعني ما أنا مبسوطة. شو عم تعمل يا اينور؟ خربتوها للآلة هيفي. هيفي وهيلين مكيفين عليها لهاي الآلة تبعت البوالين. والزينة خلصت تقريبا، ضل علينا السفرة. شو هيفي؟ هيفي عم تذاكر هيلين عم تقلها بواليني انا اكثر. شو هيلين؟ اوه هيلين عم تقول انا عندي يعني سادة اكثر ومرتب اكثر. هلا ايمي هي من ايدك، ابوكي بعت فيديو لليليان. خلونا خلونا نشوف الفيديو. ياه جمال رايح يشتري لها لليليان حلب. شو؟ هلا هلا رح ناكل اشياء تبع العيد ميلاد، الكيك وما كيك. شو؟ يا عمري هيبي زعلانة عليها كثير. يا قلبي. واو انتوا من عشاق الزهري ولا من عشاق الازرق؟ ألسا ولا باربي؟ ألسا. اينور؟ ألسا. سان؟ ألسا طبيك. سيز؟ باربي طبعا، هدول باربي بما انه عم يجهزوا. عبد الله مكيف على الاكل. يا تكبش نفسك قف هذه يا ما شاء الله بتجنن. كثير حلو. لين هيفي ابوكم بعت فيديو لليليان عم يقول انه كثير حزينه، تعالوا تعالوا نفتح الفيديو. قال ليليان كثير كثير حزينه. يا ريت ما بعت هذا الفيديو، حرق لي قلبي عليها. اوف يا سلام يا فندم. ليه قلت لي تشيك سيت هذه قدرت ليش هيك هذه قدرت. اه شوفوا كيكه ألسا وهاي كيكه باربي. واو هيلين هيفي ماما ما رح تلبسوا اواعيكم. يلا بسرعه تعوا هيفي هدي هدي. وهاي النتيجه النهائيه تبع باربي تبع ألسا. واكتبوا لي بالتعليقات اي عيد ميلاد حبيتوا اكثر. انا بدي افرجيكم كيكه ألسا وكيكة باربي. هيفي اختارت فستان مثل تبع ليليان تقريبا. يا بنات عم يدق الجرس. افتحوا. واو اجوا ضيوفنا، اجوا رفقات هيلين وهيفي وليليان. يا عمري هاي أليف، هاي من عمر ليلي. وهذا عقيد بتعرفوه؟ سيدرا. بنات صاروا جاهزين، شوفوا لي شوفوا لي هيفي، هيفي صايره ألسا. هيلين لبست فستان زهري كمان، وهي سيدرا. هلا شو رح تعملوا؟ وينزداي اوه باربي وينزداي ألسا. واو كثير كثير حلو. شو رح تعملوا؟ تحطوا مكياج ولا بلاها؟ يلا بس شوي خفيف ها، شوي تحمري على السريع اساسا هيفي حاطه. يلا بس على السريع شوي حطي مسكرة. قرروا يحطوا مكياج. حطي روج ساذجة.
ما بدك؟ سيدرا ما بدها تحط مكياج، بس أنا رح أحط لك شوية روج. ساذجة بس شوي. بدي أحط لها روج. ما شاء الله. هاي رفيقة ليليان، يعني ليليان روح قلبها بأليف. بريدات. ما بدك تحطي؟ هاي ليها تحط لك روج. يلا بسرعة حطوا مكياج. لك يا بنات أبوك عم يبعث لي فيديوهات لليليان. سوي سوي لفرجيكم. افتحي افتحي الفيديو. يا هيلين هيلين، شوفي اختك. شوفوا سيدرا، هاي ليليان ما بتعرف انه نحن عم نعمل لها عيد ميلاد. يا عمري عم تاكل بحرقة قلب. كان في فيديو تاني كمان. ايه هون هون، نحن هون عم نجهز عيد ميلاد ليليان، وليليان هونيك مع ابوها. اوتر قزم اوتر يا قزم. يا 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 هدية. هذا قدام قزمات، هذا قدام يحط لك. تك 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 بس شوي. رح نروح نتصل بجمال خلي يجيب ليليان. ما شاء الله عليكم طالعين بتجننوا. ها تبارك الرحمن، رح اقول له يجيبها لانه خلصنا. مو هاد مو هاد باش كبد، هاد هاد اخر واحد. شوفي يا عمري، المانه مشتهيه تاكل. نخبيه اليف. تعي تعي اليف نخبيكي مشان ليليان ما تشوفك. تمام سكوا ايديها، بدنا نخبيها لاليف. بعد 10 دقايق بنخبيكي. رح اتصل بجمال اول. فرجيكم النتيجة النهائية للي عملناه. بتمنى تكتبوا لنا بالتعليقات حبيتوا عيد ميلاد باربي ولا ألسا أكثر شيء. هذي قومي شوي ماما، بدي فرجيهم. هون في هون كمان بوالين، شوفوا كيف. وهي الطاولة أساسا نحن جوعانين، في بيتزا كمان. آينو جيبوا البيتزا. لا تتخبوا، الجمال هون عم يصفوا السيارة. خبوها لأليف، لا تفتحوا الباب، طفوا الضوء. شكا كبط، طفوا طفوا الضوء. كبط كبط. تمام يا جيش وشري يا خزن. أليف ما أجت. أليف أليف قال مادي أليف أمر قال ما رح تجي عيد ميلاد ليليان، بس إجا عقيد. أوف قال إذا ما تكون أليف هون ما بدي عيد ميلادي. لعما كل هالتعب راح على الفاضي. طب تعي تعي لقول لك شغلة، تعي قل 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 ليليان. ماما في هون درج، افتحي. تمام يلا ليليان افتحي 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 الخزانة ماما. أتش 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 في هدية. أوه هيلين هيفي، جيبوا جيبوا فساتين ليليان. جيبوا جيبوا ليليان، تلبسي فستان باربي ولا فستان ألسا؟ أول شيء برنجي ألسا. يا لسه ما شفتي بدك إياه. تمام ليليان، أساسا اليوم عيد ميلاد أليف كمان. ها واو ما شاء الله تبارك الرحمن، كتير طالعين بتجننوا. ليليان لبست فستان ألسا وأليف كمان صارت عروس بتجنن. قالين جيبي ما شاء الله. فوتوا خلينا نحتفل بعيد ميلاد ليليان. عن جد فرطنا فرطنا جوع، جوعانين كتير. ليليان ماما اتطلعي منيح على عيد ميلاد ألسا وعلى عيد ميلاد باربي، واحكي لنا اي عيد ميلاد احلى شيء. هانجي سي اي 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 هانجي الاثنين. ما شاء الله، تعرفي انه هيلين عملت لك عيد ميلاد باربي وهيفي عملت لك عيد ميلاد ألسا؟ تعي تعي هيلين. سيدرا عادي تعو تعو كلياتكم، تعو تعو وقفوا كلياتكم.
هلا بدنا نحتفل كلياتنا مع بعض بعيد ميلاد ليليان. هادي بير اكيش ايكي دوليون ليليان ايكي دوليون. المهم ثواني ثواني الشمع ما شغلنا الشمعات على الكيك. اهلا وسهلا روجي. اجت روجا ما كمان رفيقة ليليان وهيلين وهيبي. تعي تعي منيح لحقتي حالك لسه ما طفينا الشموع. وهيبي كمان غيرت اواعيها هلا بدنا نطفي الشمع. يلا لجوا. ليليان ليكي دادون ليليان ليكي دادون ليكي دادون ليكي دادون سانا. هلا بدنا نحتفل بعيد ميلاد باربي. هذا ليليان. يلا ليليان لبسي فستان باربي. هذا كزم. هلا ليليان بدها تلبس فستان باربي. اجت باربي. ليليان لبست فستان باربي. برافو. هيلين لفيها لأليف. يلا ليليان خلينا نحتفل بعيد ميلاد باربي كمان. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. صار لازم يقصوا الكيكة. طبعا عيد ميلاد لأليف كمان مثل ما خبرتكم أليف وليليان بيناتهم يومين. جمال قص كيكة باربي كمان. هدي كمان كمان مرة. برافو. هلا بدنا ناكل. الجماعة هون كتير جوعانين. جعتوا مو؟ والله فرطوا جوع. اجت لهون توبة كمان بنت عمهم وهلا بلشنا بدنا ناكل. يلا هون بلشنا ناكل. كنا نسيانين هذا العصير الأزرق. بدك بيتزا هيفي؟ صبايا هون بلشوا ياكلوا كمان. وهون جمال ما شاء الله عليه جوعان. كان اليوم كله معاها لليليان. عقيد شو حاطط هون؟ بيتزا شي كفتة وناجت. برافو. أليف كمان بدي حط الله. روجة انت شو حاطة؟ ما شاء الله عوافي حبيبة قلبي. سندالية كانت مجاية. برافو. هلا رح يلعبوا لعبة الكراسي. لعبة الكراسي الموسيقية. 1 2 3 بلشوا. جمال وآينور شرف نور اللجنة كل شوي واحد من الأولاد رح يجي وهدول رح يعطوه علامات على لبسه. أول شيء أليف. تمام. يتر يتر يتر. بعد ما اللجنة طلعت على أليف رح تكتب قدي رح تعطيه علامات لأليف. 9. أحسن. قديش؟ 8 8.5. تمام. أليف روحي. ليليان كزم لفي. تمام. شرف نور اون. جمال مو مبين. 9. برافو. 10. روحي. اجت لهيلين كمان. لفي لهيلين. اللجنة لسه ما شافتها قررت تكتب لها علامات.
يدي ليش سبعة جمال؟ وآينور كمان يدي. شرف نور 8. أوه جد سيدرا، لفي سيدرا، ما شاء الله سيدرا. اللجنة قررت تكتب. لا هيلين روحي. فرجونا. 8 9 جمال اون بو يا باي. او تاي 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 تاي. وهاي رجع بالي في رجع. او برافو. قد ايه بتكتبوا لها؟ 8 ونص اينور، جمال 8 9 شرف نور. لنشوف اللي بعده. باي عقيد، برافو. هادي عقيد لف، برافو برافو. عايت هلا اللجنة كتبت العقيد، فرجونا شو العلامات. سكس بتشوك 8 ونص، 10 سن دوكوز. اوه خبوا لي اياهم العلامات لا عقيد. عقيد باي، تعالي اجت هيبي. لفي ماما. اوه اللجنة كتبت اوه 10 اون جمال دوكوز اون، برافو باي. تعالوا كلاتكم، هذا قليل. تعالوا تعالوا بدنا نقرر. بدنا نحسب العلامات تمام. تعي ليليان وينك؟ اوه ليليان هاي كمان. هلا بدنا نشوف مين في هون الفائزة. يا ترى مين الفائزة؟ انا كتير متحمسة. مين فائز؟ مين اول شي حكوا لنا ثالث مرتبة مين؟ ايش نجيكي؟ سيدرا ثالثة. اكن جيكي سيدرا قزم. ضل قدامنا الاول المرتبة الاولى. قربوا على بعض شوي. هادي كيم برنجي. ليليان بهبيدار. تعادل بين هبيدار وليليان. هلا رح يعطوا علامات لليليان وهيفي لنشوف مين في هون الفائزة. اول شيء اعطوا علامات لهيفي لنشوف. اون سن 9 ونص. سن جمال 9. اوه والله علاماتها كتير حلوة. طيب هلا فرجونا علامات ليليان. علامات ليليان 10 10 9 ونص. كم كازان دبيلة؟ ليليان كازان دبيلة. ليليان؟ يا عم نلبس التاج للي فازت. اوه ليليان فازت في المسابقة. هدايا ليليان. ليليان ما بتعرف حرفيا هيلين وهيفي شو جابوا لها هدايا. اليوم روجي رح تنام عنا. قال روجي. وهاي روجي كمان اليوم ضيفة عنا. ليليان افتحي افتحي هديتك يلا. اول شيء هدية هيفي. هذي قط قط. فرجونا كتير كتير حلوة. هلا هدية هيلين رح تفتحها هي ليليان لنشوف. هيفي عم تقولي هديتي انا احلى. افتحي افتحي افتحي. اوه هاي باربي. باربي حقيقية ها؟ واو كتير كتير حلوة. ليليان اي وحدة عجبتك؟ ها؟ الاثنين؟ ما شاء الله ما شاء الله برافو عليها. واو شوف الهدايا بتجنن. المهم خلونا نختم الفيديو هون. هيك كان فيديو اليوم تحدي بين عيد ميلاد باربي وعيد ميلاد إلسا. اكتبوا لنا بالتعليقات اي عيد ميلاد اكثر شيء عجبتوه. المهم هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا لهلا عم تشوفونا ما تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. سيدرا راحت على البيت. تفعلوا زر الجرس. اوه كل فكرة سيدرا عنا. المهم راحت راحت. المهم هلا باي، بنحبكم كثير.